عشرة الظهر. وفي عناوينها: بداية من اليوم تسلم أكثر من 130 مورد رزق جديد لفائدة أمهات التلاميذ المهددين بالانقطاع المدرسي. بمشاركة 16 بلدا إفريقيا، تونس تحتضن قريبا الدورة الأولى من المعرض الإفريقي الدولي للتكنولوجيا. المجلس الأعلى للتربية والتعليم تركيبته ومهامه موضوع متابعة في النشرة. وفي العالم، ارتفاع حصيلة ضحايا تفجيرات لبنان إلى 12 شهيدا بينهم طفلان، وحزب الله يتعهد بمواصلة عملياته ضد الكيان الصهيوني. إلى التفاصيل. مستمعين الكرام، تحية طيبة. تشرع وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بداية من اليوم في تسليم 136 مورد رزق جديد بعنوان سنة 24 و2000 لفائدة أمهات التلاميذ المهددين بالانقطاع المدرسي بولايات سيدي بوزيدة وجندوبة والقيروان وزغوان ومنوبة والمهدية ونابل. وستمكن موارد الرزق المحدثة من التدخل المباشر لفائدة أكثر من 400 تلميذ مهدد بالانقطاع المدرسي من مختلف المستويات الدراسية. صدر أمس بالرائد الرسمي المرسوم المتعلق بتنظيم المجلس الأعلى للتربية والتعليم، ويضبط هذا المرسوم تركيبة المجلس واختصاصاته وطرق سيره. كما يعرف المجلس بأنه هيئة دستورية تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلالية المالية، مقره تونس العاصمة. خصوصية المجلس الأعلى للتربية والتعليم واختصاصاته وفق هذا المرسوم في التقرير التالي لأحلام الجسمي. المجلس الأعلى للتربية والتعليم تتكون تركيبته من وزراء قطاعات التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والتشغيل والتكوين المهني والأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن والشباب والرياضة والشؤون الدينية والشؤون الثقافية. يرأس رئيس المجلس، وهو الأكبر سنا من الوزراء المذكورين، الهيئة العليا للمجلس المتكونة من وزراء القطاعات المذكورة مع 7 أعضاء من ذوي الخبرة والكفاءة في المجالات المتعلقة بمهام المجلس. يتم تعيينهم من الوزراء المعنيين. كما تتكون الهيئة العليا للمجلس من رئيس هيئة الخبراء ورئيس هيئة التقييم وممثلا عن النقابة الأكثر تمثيلا في القطاعات المذكورة. ولرئيس الهيئة العليا للمجلس دعوة كل من يرى فائدة في حضوره أشغالها دون المشاركة في التصويت. أما بخصوص مهام المجلس الأعلى للتربية والتعليم، فيبدي رأيه وجوبا في الخطط الوطنية الكبرى في مجالات التربية والتعليم والبحث العلمي والتكوين المهني وأفاق التشغيل. لاحظ الباحث في علوم التربية محرز الدريسي أهمية توسيع مهامه حتى يكون فاعلا في الإصلاح الهيكلي للمنظومة التربوية، مع ضرورة انفتاح تركيبته على خبرات متنوعة، مثمنا مبادرة إحداث هذا المجلس. يعتبر استجابة إلى دعوات مهتمين بالشأن التربوي، هي نقطة إيجابية. المهام، رغم أن تم التنصيص على أن المجلس يبدي رأيه وجوبا ما يتعلق بالشأن التربوي ويناقش المقترحات الواردة من رئاسة الجمهورية، كنا ننتظر أن يساهم أيضا في بلورة مجموعة من المقترحات، إبداء التصورات تتعلق بإصلاحات الشأن التربوي، وهذا ما يعطيه أكثر حضور وأكثر مساهمة فعالة في تطوير الشأن التربوي، انتشال المدرسة التونسية من تردي حصلت فيه، وأيضا تقديم زخم إصلاحي وتحديثي للمنظومة التربوية، ربما توسيع مهام المجلس الأعلى للتربية والتعليم، وأيضا من حيث التركيبة، لأن تحتاج إلى تنويع أو تشريك أكثر ما يمكن من الفاعلين، وهذا ليعطيها أكثر مصداقية وأكثر نجاعة. انتظارات كثيرة من هذا الهيكل الجديد في قطاع التربية والتعليم حتى تستعيد المدرسة العمومية دورها وقيمتها وتشهد المنظومة التربوية نقلة نوعية.
أعلن صباح اليوم بمقر وكالة النهوض بالصناعة والتجديد في العاصمة عن إطلاق الدورة الأولى للمعرض الإفريقي الدولي للتكنولوجيا المزمع تنظيمه من 23 إلى 26 من أكتوبر القادم. المعرض هو صالون دولي إفريقي للتكنولوجيا الصناعية ينعقد لأول مرة في تونس وإفريقيا بمشاركة 16 بلدا إفريقيا، ومن أبرز أهدافه التعريف بالمنتجات التونسية وفق ما صرح به مديره أيمن بن سليمان لكوثر العرقوبي. أبتيك أفريكا 2024 هو صالون دولي إفريقي للتكنولوجيا الصناعية. صالون هذا أول مرة يصير في تونس وفي إفريقيا. الهدف منه هو تشبيك المؤسسات الصناعية مع مصدير خدمات التكنولوجيا في تونس للتعريف بالمنتجات التكنولوجية التونسية، وفي مرحلة أخرى باش المؤسسات الصناعية تنجم تنتقل نحو الصناعة من الجيل الرابع والاندستري 4.0 اللي الناس كل تو تحكي عليها. فما 16 بلد إفريقي غير تونس باش يكونوا مشاركين إن شاء الله في الصالون هذا، كما الجزائر، كما موريتانيا، كما السنغال، كيما ليبيا، كيما مصر، كيما كوت ديفوار، وممثليهم باش يكونوا موجودين في لي كونفيرونس ولي بانيل اللي باش يصيروا. فما ندوات باش تصير في المجال هذايا. عندنا 3 محاضرات كبيره ودي بانيل دو ديسكوسيون 10 يعني اللي هما مبرمجين الى حد الان ونجموا نزيدوا اكثر. الصالون سينطلق يوم 23 اكتوبر ويمتد الى غايه 26 اكتوبر بمعرض الكرب. وحول أهمية التكنولوجيا في زيادة إنتاجية المؤسسات الصناعية وحل مشكل غلاء الطاقة يضيف أيمن بن سليمان. التكنولوجيا هو عامل أساسي من عوامل تنافسية المؤسسات وزيادة الإنتاجية متاعها. دونك الناس الكل يلزمها تتبع الثورة هذه وإلا ستندثر، وأولها المؤسسات الصناعية. زادة عنا تحديات كبيرة من الجانب الطاقي. اليوم الطاقة ولات تتكلف برشا على المؤسسات الصناعية، والحلول ما تنجم تكمن كان في التكنولوجيا في المجال هذا لحل المشاكل الطاقية. كيف زادة فما مشاكل مناخية وبيئية كبيرة ياسر. كما تعرفوا اليوم العالم الكل ماشي فيغ لا ريدكسيون دو لومبرانت كربون بالنسبة خاصة للمنتجات الصناعية، والمؤسسات الصناعية اللي موجودة في تونس سواء كانت مؤسسات محلية أو استثمارات أجنبية، إذا تحب غدوة تصدر منتجاتها للاتحاد الأوروبي ولشمال أمريكا يلزمها تلتزم بالمعاهدات هذية اللي تنص على الحد من لومبرانت كربون. حلول هذية كل ما تنجم تكون كان حلول تكنولوجية. دعا المشاركون اليوم في حلقة نقاش نظمتها جمعية إبصار لثقافة وترفيه ذوي الإعاقة البصرية بالعاصمة إلى ضرورة إعداد مشروع قانون يجرم التمييز على أساس الإعاقة في الفضاء الرقمي، وذلك في إطار حملة أطلقتها الجمعية تحت شعار نحبوه آمن في الإنترنت. اللقاء حضره عدد من الأشخاص ذوي الإعاقة وأعضاء مجالس محلية من ذوي الإعاقة بصفاقس، رئيس جمعية إبصار محمد المنصوري، ومزيد من التفاصيل. هذا القانون أصبح طلب هام جدا لدى أشخاص ذوي الإعاقة نظرا لما يجدونه ويلقونه من تنمر من استهزاء خاصة في الفضاء الرقمي بعد أن عاشوه في الحياة اليومية، وأصبح الأمر مهين وأصبح الأمر تقريبا يقلق أشخاص ذوي الإعاقة نفسيا اجتماعيا ثقافيا. قانون شامل لكل مظاهر الحياة ومظاهر التواصل الافتراضي أو المباشر، لأنه نريد أن يكون لنا مجتمع قابل للاختلاف، نريد أن يكون لنا جيل ينشأ على قبول الآخر، ومن أجل أن نطلب السلم الاجتماعي وأيضا أن تكون للأشخاص ذوي الإعاقة تمتع كامل بمواطنتهم. وبالتالي بعد جلسة أولى في صفاقس في جلسة ثانية نستمع من أصحاب الحق مقترحاتهم بحضور السادة النواب مجلس النواب. أعلنت وزارة الشؤون الدينية التمديد في فترة التسجيل لأداء فريضة الحج لمدة 10 أيام بداية من اليوم وإلى غاية 27 سبتمبر الجاري، ودعت المترشحين لأول مرة والمترشحين الذين لم تتم المصادقة على ملفاتهم سابقا إلى الاتصال وجوبا بواعظ المعتمدية لتقديم نسخة من بطاقة التعريف الوطنية ووصل الترشح للتثبت من المعطيات والمصادقة على ملفاتهم. نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn. في
12 شهيدا بينهم طفلان وحوالي 3000 مصاب، 300 منهم حالتهم خطيرة، حصيلة ضحايا انفجار الآلاف من أجهزة النداء اللاسلكية التابعة لحزب الله في لبنان أمس، وفق تصريح وزير الصحة اللبناني اليوم الذي أكد أن التفجيرات لم تستهدف فقط عناصر من حزب الله بل استهدفت أيضا مدنيين. وتوعد حزب الله إسرائيل بحساب عسير مؤكدا أنه سيواصل في الوقت ذاته عملياته اليومية لإسناد قطاع غزة بمواجهة الحرب. ومن المنتظر أن يتحدث غدا الخميس الأمين العام للحزب حسن نصر الله عن آخر التطورات. على صعيد ردود الأفعال الدولية، أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم دعم بلاده للبنان في مواجهة الهجوم السيبرني الذي تعرض له، مشددا على حرص مصر على أمن لبنان واستقراره وسيادته. وقالت إيران إن إسرائيل ارتكبت مذبحة، وكان من بين المصابين السفير الإيراني في لبنان الذي أصيب بجروح طفيفة. روسيا من جهتها حذرت من أن انفجارات أجهزة النداء اللاسلكية ستؤدي حتما إلى تصعيد التوتر في المنطقة، وقد تدفع الوضع في المنطقة إلى حد الخروج عن السيطرة. تفجيرات لبنان لها تداعيات داخل الأوساط الإسرائيلية وعلى كل القضايا الدولية بما فيها الحرب على غزة. كريمة المرواني والتقرير التالي. إسرائيل التجأت إلى هذا العدوان لسببين حسب رؤية المحلل السياسي الفلسطيني سهيل دياب. أول، أنها غير قادرة اليوم أن تقوم بحرب برية في داخل لبنان لأسباب متعلقة بوضع الجيش الداخلي وفتح العدوان على غزة، وأنها أيضا غير قادرة لضرب مواقع استراتيجية في العمق اللبناني. السبب الثاني أن إسرائيل لا تريد الذهاب إلى أي تسوية دبلوماسية لا بقطاع غزة ولا في لبنان ولا في أي مكان آخر. هي تقف أمام إمكانيتين، إما كما يقول نتنياهو النصر المطلق أو الحرب الأبدية. المحلل السياسي سهيل دياب أكد أن هذا العدوان سيكون له تداعيات بدرجة أولى على نازحي الشمال في إسرائيل ثم على كل القضايا الدولية العالقة. لن يجلب الأمان إلى نازحي الشمال في إسرائيل، هو سيطيل أمد بقائهم خارج بيوتهم، وأيضا سيؤدي إلى مضاعفة أعداد النازحين الإسرائيليين من شمال إسرائيل إلى مركز البلاد. من حيث الأهداف الإسرائيلية من الممكن أن يكون قد تحقق بعض رفع المعنويات لأوساط معينة في المجتمع الإسرائيلي، خاصة من قاعدة الناخبين لنتنياهو، ولكن هي لن تجلب الحل الاستراتيجي أي من القضايا العالقة في إسرائيل، سواء نازحي الشمال، سواء العلاقات الدولية، سواء الحرب في غزة، وسواء الملفات الداخلية الإسرائيلية في الحفاظ على الائتلاف الحاكم. عملية إرهابية تزيح الغطاء على نوايا إسرائيل الحقيقية في تأجيج الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وجرها إلى حرب مدمرة. وفي مستجدات الوضع داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة استشهاد ما لا يقل عن 20 فلسطينيا خلال 24 ساعة الأخيرة في القطاع، وارتفاع حصيلة العدوان المستمر منذ أكتوبر الماضي إلى أكثر من 41,270 شهيدا وأكثر من 95,500 مصاب. كما استشهد اليوم 8 فلسطينيين في غارة إسرائيلية على مدرسة تأوي نازحين في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، واثنين آخرين في قصف استهدف سيارة مدنية في منطقة المواصي غرب رفح. وأكدت مصادر صحفية من جهتها انتشال جثامين 5 شهداء بعد استهداف قوات الاحتلال الصهيوني أمس منازل في مخيم دبريج وسط قطاع غزة. تصعيد إسرائيلي تواصل اليوم أيضا في الضفة الغربية المحتلة، حيث اقتحم مستوطنون إسرائيليون اليوم باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية أمنية من شرطة الاحتلال التي شنت حملة مداهمات واسعة واعتقالات طالت ما لا يقل عن 40 فلسطينيا. نهاية النشرة، وهذا تذكير بالعناوين.
بداية من اليوم تسليم أكثر من 130 مورد رزق جديد لفائدة أمهات التلاميذ المهددين بالانقطاع المدرسي، بمشاركة 16 بلداً إفريقياً تونس تحتضن قريباً الدورة الأولى من المعرض الإفريقي الدولي للتكنولوجيا. المجلس الأعلى للتربية والتعليم تركيبته ومهامه كان موضوع متابعة في النشرة. وارتفاع حصيلة ضحايا تفجيرات لبنان إلى 12 شهيداً بينهم طفلان، وحزب الله يتعهد بمواصلة عملياته ضد الكيان الصهيوني. مع تحيات نعيمة سولي نجاحي، في أمان الله.